هاي هي الرسالة. يعني الحد الفاصل بأي علاج، المريض لحاله ما في داعي يكون مريض أخصائي، يعني الإنسان الطبيعي هلا هدفه إنه يحصل ابتسامة مثالية. هلا كيف يقيم هو لحاله؟ ما يروح لطبيب ولا شيء. أي شيء فيه برد وأخذ جزء كبير من الأسنان هذا خطأ، غير تحفظي، إلا هذا يعني صار يعني تدمير. إلا إذا يعني كنا مضطرين في له حالات طبعا. يعني استثنائية، بس أنا بحكي رسالة للمرضى بشكل عام. هل أنا هدفي تجميل الأسنان، ما هدفي مشكلة وظيفية أو شيء، عم بحكي عن تجميل الأسنان. هلا أنا بدي أجمل أسنان، ما في داعي أخرب الأسنان. هلا النقطة، الحد الفاصل بين التقويم وتركيبات الأسنان، قد إيه الطبيب بده يأخذ من سن الطبيعي. هلا قد ما يكون الطبيب مميز، قد ما يكون شاطر، قد ما يكون من افضل الاطباء يعني في الوطن، ما حيعوض السن الطبيعي، لا يعوض، لا يعوض، اي شيء بنحف من هذا السن راح ذهب راح بالذات. راح. وله عمر افتراضي طبعا بيكون. فهذا الحد. يعني انا كمريض قبل ما اروح على الدكتور تامر او الدكتور محمد بتفرج على المراي، والله اسناني بارزين كتير، صف الدكتور اشي طبيعي، اذا بده يدخلهم لجوا يا بده يبرد منهم كتير اوكي اساس يرجعهم لجوا، او بده يعمل لهم تقويم. صفه هون لازم اروح على التقويم على خلاص. التقويم. هلا مثلا العكس، مثلا ممكن انا اكون سني داخل لبرا ما في مشاكل بالعضه، بدي اضيف على على السن مثلا اوكي، هو ممكن امشي الحال من غير تقويم مثلا. فهي الفكره قد ايه انا حعمل دمج وضرر دائم في الاسنان. هاي للمريض. رحت للدكتور، دكتور بدي هوليود سمايل، دائما افضل علاج يعني افضل يعني خلينا اخرب بيتي بايدي أفضل افضل مردود يعني أكيد. افضل افضل ابتسامه هي ابتسامه الطبيعيه، الاسنان الطبيعيه. الابتسامة الطبيعية بإعلان يعني واضح من يعني اختصاصيين يعني نفضل الأسنان مع الطبيعية إنه دكتور لأجمل تامر مش ابتسام. مصلحته إنه يعني يعني انا بدي اخرب بيتي بايدي، بس خلص مظبوط. افضل شيء دائما الابتسامه الطبيعيه. هلا في بعض الناس عم بتصير موضة انه انا ما بدي ابتسامة طبيعية، لا وبدي ابتسامة فيك فيك، حر انا بدي إياها. بدي ابتسامة هيك، بدي مثلا سينمائية. سينمائية مثلا. في ناس عندهم شغلة بدهم من ممتاز لا بيرفكت لكامل، اوبشن. الفكرة والحد الفاصل انه انا قديه الدكتور حيعمل ضرر غير مسترد. والله الدكتور قال لي بدي اعمل لك تلبيسات للاسنان، ابرد الاسنان على الداير كذا. هاي اللي عم نقول كأنه يعني البعض من حالات تجينا بعد العلاج من اسنان بحاجة الى علاج متكامل ثاني واخر. يعني في شغلات عم بنشوفها يوميا ما بيتصوروا الناس قد ايه علاجها سهل. تمام. يعني انا هذيك اليوم مريضة بتيجي عندي فراغ صغير صدقا، يا ريت لو تحكي لنا يعني طبيب هيك. بجلسة واحدة ممكن ينحل. يعني بنضاف على السن هذا شوي، بنضاف على السن هذا شوي، ما بيتعارض مع اطباقها، خلصنا سكرنا الفراغ اوكي بجلسة واحدة فقط. بل الطبيب يعني بارد كل الأسنان العلوية لا إله إلا الله. اوكي، وعاملها تلبيسات. هم بدوا باثنين، بعد الاثنين ليسكروا الفراغ. هلا صار لونهم بيختلف عن اللي جنبهم، خلينا ناخذ كمان ستة، لا هلا عشان ضحكتك يظبط عشر، عشان اللون بالضبط بالاثنين، بالاثنين حفوا البقايا اللي حفوا جنبهم. البقايا. هلا او اللي فوق صار غير اللي تحت، هوب عم نلقى انه كل الاسنان صارت مركبه، لا سكر انا فراغ صغير. هذا الشيء عم نشوفه بكثره اوكي. بينما يعني العلاج صدق دائما المريض يستشير، يسال، يقرا على الانترنت، كل تمام المعلومات موجودة. موجوده. هلا عشان ما نستبق بالوقت دكتور، انا حاب احكي للمرضى كثير، انتم عم تسالوا عن الهوليوود سمايل والقشور الخزفيه، وكثير بنسمع فينيرز، لومينيرز، انسرام، زركونيا، بيجوك باسامي المرضى عم تستخدم مصطلحات من ما هب ودب في العلاج. هلا بس عشان اعطي فكره، القشور الخزفيه اللي هي مثل العدسه اللاصقه التي توضع على السن، اي حالات بتعالج؟ مخرج اذا ممكن نشوف حالات تركيبات الاسنان القشور الخزفيه كيف ممكن ان تستخدم. ومشكور الدكتور تامر زودنا بهاي المعلومات، ممكن يدلنا كل حاله ايش فاد التركيبات فيها او كيف ساعدتهم. ما تاخذوها، بنرجع بنقول شددوا الاطباء وشددوا الاخصائيين على انه احسن علاج في طب الاسنان الذي أقل إشي بياخذ من السن.
اقل شيء بنحف وبنحفر من الاسنان هو احسن علاج. وعلى هذا الاساس بالتركيبات في ميول كثير لانهم يبعدوا عن الحفل كثير ويمشوا مع الاقل. نستعرض القليل من الصور. دكتور احكي لنا عن هاي الحاله. يعني هاي برضو مثلا كان مشكله رئيسيه هو لون الاسنان، شكل لون الأسنان كثير بني واصفر فيهم وهيك. هلا بالحاله هاي مثلا نسبه كبيره من الناس بيعملوا تبييض عادي للاسنان السفليه لانها ما بتبين كثير بوقت الضحك وقت الحكي وقت كذا، واستخدمنا القشور التجميليه لتعديل شكل ولون ال بهاي الحاله الأسنان. ما بينفعوا التبييض صح دكتور؟ فاحنا مضطرين انه نغطي السطح الخارجي لانه اذا عم بتلاحظ كميه التدخين ومصبغات الاسنان ادت الى ضرر دائم. هلا هاي الحاله، مثلا يعني ميلان بسيط بالاسنان عندها تلبيسه اماميه مختلف لونها عن بقيه الاسنان، حابه ابتسامه متناسقه اكثر، هون لم نبرد الاسنان، يعني عم نحكي عن 1/10 مللي تشكيل لسطح السن. استخدمنا القشور الخزفية لتحصل الابتسامة اللي هي كانت تحلم فيها بجلستين. يعني هاي رقاقة محطوطة على كل صحيح. سن يعني احنا ما غيرنا اشي من وراء، ما حفينا السن داير مدايره، بس من برا زدنا اشي طبقة خفيفة زي العدسة اللاصقة للعين عم بتغير الشكل. مخرج نشوف اللي بعديها لو سمحت. يعني هاي الاشياء البسيطه عم بيقولنا الدكتور تامر، المشاكل البسيطه السنيه هي اللي بتتصلح بالتجميل بالتركيبات. دكتور هاي الحاله لو سمحت مثلا هاي عندها ابتسامه لثويه وهون انا بحاجه اخصائي اللثه، كثير مبين اللثه فوق. انا بحاجه اخصائي اللثه قبل ما ابدا بعلاج التركيبي. هلا هيك حالات لازم كل انسان يعرف انه هو شخص مختلف عن اخر. يعني احيانا انا بحتاج لطبيب التقويم في علاج الابتسامه اللثويه، احيانا اخصائي الجراحه، احيانا اخصائي اللثه، ثم بنتقل اخر شيء بالمرحله الاخيره لتجميل الاسنان. اوكي اللي بعده، الصوره اللي بعديها لو سمحتوا. شكرا. هاي شويه فراغات انا شفتها. هلا فراغات الاسنان دائما طبعا الحل الامثل والانسب هو تقويم الاسنان. اوكي هلا كان تقويم الاسنان يعني هو اوبشن ان غير متاح او ما بقدر له انا كم. ممكن برضه بجلستين لبعض الحالات، بشدد مش كل الحالات، لبعض الحالات انه وهي الحاله كمان نفس الشيء، انه بجلستين ممكن انا من غير استخدام البنج او حفر الاسنان انه اسكر الفراغات. هون برضه تلون الاسنان، تلون الاسنان ناتج عن الفلورو كده، برضه باستخدام العدسات اللاصقة للأسنان الفينيرز أو القشور الخزفية عشان ما حدا ينتقد. عم نوضح للمشاهدين، ما عم نحكي مع أطباء، عم نحكي بمصطلحات بسيطة توصل للمشاهد. قبل ما أنهي بدي أخذ، أنا عم بنادوا علي أنه أنهي كتير، بس بدي أخذ معلومة منك دكتور تامر. في سألنا المتصل نادر عن تبييض، وعدته أنه إحنا رح نحكي إشي عن أشياء من حول المنزل ما تذكره من المقالة التي كتبت لنا إياها مرة عن ما هو بالغذاء الذي يساعد على إعطاء بياض أكثر بالأسنان. إيش هلا حول المنزل أفضل إشي طبيب أسنان قريب. أفضل إشي. هلا بعد هيك، هلا الناس عم بتحاول تستخدم اي شيء هايبكس وفحم ولا يروح للطبيب فعلي. لا هذا حكي هلا الانسان هي الحجره الفمويه هي مدخل لصحه البني ادم كشكل عام. هاي لازم اتذكرها. أوكي. فاي شيء انا بتناوله هو حياثر على صحتي، فالتم النظيف والتم السليم هيعكس على صحه جسدي بالكامل. هلا الاغذيه الصحيه بشكل عام مفيده للاسنان، يعني مثلا لما احكي الجزر، الجزر هلا فيتامين اي مفيد في تكوين الاسنان. ال 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 خلينا نحكي اللي فيها الاغذيه اللي فيها قرمشه يعني زي الجزر، التفاح القاسي، زي تاثير الميكانيكي، زي تاثير فرشاه الاسنان. فبتلاقي انه عم بفيد الاسنان مثلا التفاح. ايش ممكن يبيض الاسنان؟ انا سمعت او قرات حتى بالاحرى انه الفراوله بتضل. هلا الفراوله مثلا لها دورين، لها دور سكربينج للاسنان، هي عم بتنظف تفرك، عم تفرك، وفيها الملك اسيد بنظف، الحمض الملك هو بنظف، الليمون نفس الشيء. هلا الكيوي يعني مليء بفيتامين سي مفيد للثه. بيعمل برضه سكربينج الحبيبات اللي فيه، بتعمل كمنظف للاسنان. البروكلي
بيعمل طبقة بتحمي الأسنان من التسوس. الجبنة، أكل الجبنة بعد الوجبات الرئيسية برضو بيعدل الجو الحمضي في الفم، بيمنع التسوس، بالتالي بحافظ على أسنان سليمة وبيضاء أكثر. استخدام السواك سنة طاهرة يعني له أصول استخدام. بس أنا تعليق لأنه عشان المشاهدين ما يفهموا يعني هو الأكل الطبيعي، يعني بمعنى أنه لو أكل فراولة ما أمسك الفراولة أقعد أفرط، يعني أكل فراولة بشكل طبيعي. أنا بدي أساسي منكم مضطر كثير عمل هذا، إحنا أخذنا من وقت زيادة على البرنامج، بدنا كمان حلقة. نشوفكم، مشكورين جدا. كان معكم الدكتور تامر ديب أخصائي التركيبات، والدكتور محمد جيوسي أخصائي تقويم الأسنان والفكين. مشكورين جدا على هذه الزيارة اللطيفة لأطباء على الهواء. نلقاكم في الأسبوع القادم، خليكم معنا أطباء على الهواء. بنوصل صوتك. برنامج